وفي ذات السياق أوضح الدكتور زهير ضيف أستاذ الإعلام والصحافة بالجامعة الأهلية عضو لجنة التحكيم في الجائزة خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة بأن لكل فئة من فئات الجائزة معايير للتقييم. كل فئة من الفئات المشار إليها هناك مجموعة من المعايير، يعني لو نأخذ على سبيل المثال العمود الصحفي راح نجد أنه المعايير اللي تتعلق بالعمود الصحفي العنوان، أن نأكد على طبيعة العنوان وبناء العنوان في السياقات المهنية والصحفية، النص العام أو البناء العام للنص، زاوية التناول، مستوى الحماس للكاتب، صياغة الأفكار، بلورة الأسلوب الإبداعي، العروض يعني العرض والتحليل، الأدلة والشواهد، كلها هي أخذتها اللجنة بنظر الاعتبار في مجال عمود الرأي، الحال نفسه بالنسبة للتحقيق الصحفي ومن ثم الحال للحوار الصحفي. أما بالنسبة للصورة يرى التركيز طبعا على الجوانب التقنية والفنية اللي يروح لها الصحفي، خاصة ما يتعلق في موضوع زاوية الالتقاط، التركيز، الإضاءة، الجدة، الحداثة إلى آخره. الانفوجرافيكس أيضا أخذنا بنظر الاعتبار كيف يجرى التعامل مع موضوع العناصر المقروءة، العناصر البصرية، مصادر المعلومات، المهارات الحركية، يعني استخدام اللون،